معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحبنا في حج هذا العام؟ يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين، سيصحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج هذا العام، فمن أراد الحج فليتجهز. يا معشر المسلمين صلى الله عليه وسلم، اسمعوا قولي، أني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة جاركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا قولي، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. ايها الناس، ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم، كحرمه يومكم هذا وكحرمه شهركم هذا، وانكم ستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم. وقد بلغت، فمن كانت عنده امانه فليؤديها الى من ائتمنه عليها، وأن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله قائلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن وسوسة الشيطان، ومن وسوسة الصدر، ومن شتات الأمر، ومن شر كل ذي شر. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا بكى الفاروق يا أبا؟ بكاه قوله تعالى، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى حين سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك يا عمر؟ قال له، أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص.